بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. وده الجزء وعليكم ده السلام. ده الجزء الثالث من اللقاء الثامن، وكنا بنتكلم عن المراقبة الإلكترونية داخل المساكن في الدستور الألماني. زي ما احنا قلنا، الدستور الألماني كان يعني بينص على الحقوق والحريات الشخصية وحرية العقيدة وحرية الاجتماع، على أساس إن خطة المشروع الألماني لابد إن هو بيحظر حرمة المساكن، على أساس إن خطة المشروع الألماني كانت بتميز بين حرمة المسكن، على أساس إن بعض الدساتير كانت بتجيز التنصت داخل المساكن زي الدستور المصري، وده هنشوفه إن شاء الله في لقاء قادم بإذن الله. ولكن بقى وجهة نظر الدستور الألماني اللي كانت بتحظر أو يعني حرمة المسكن على أساس إن هي بتفوق غيرها من الحقوق، طبعا كان النص على نطاق الحق في المساس بحرية الإنسان من النصوص الدستورية اللي بترى جسامة بعض الجرائم من سلطات التحقيق كانت بتوجب استخدام تقنيات المعلومات في التنصت اللي بيدور داخل المسكن، وتم تعديل نص المادة 13 من الدستور بإضافة 3 فقرات وبتتناول الضوابط الدستورية لاستخدام الوسائل والضمانات اللي كان بيجب تتوفر في بعض الحالات. وزي ما احنا شفنا قانون الإجراءات الجنائية كان بينص على بعض القيود اللي نص عليها الدستور. الضوابط الدستورية للمراقبة داخل المسكن اللي نص عليها في المادة 13 من الدستور زي ما احنا قلنا كانت ضوابط عامة، ضوابط عامة وخاصة بالمراقبة الإلكترونية خارج المساكن. المشرع الألماني كان تشدد في بعض الضوابط على أساس ده إجراء خاص بالمراقبة داخل المساكن، وزي ما احنا شفنا إن المشرع الألماني كان بيضع بعض الضوابط مرتبة وفقا للدستور الألماني اللي تم تعديله في سنة 98، وأضيف التعديل 3 فقرات للمادة 13، وتم إجراء التعديل دوت كان في مكافحة الجريمة طبعا من خلال استخدام الوسائل التقنية الحديثة. ولكن بقى المشرع الالماني ما ارادش ان هو يحرم العداله الجنائيه من ثمار التقدم التكنولوجي، ولكن برضو احاط استخدام الوسائل بضوابط صارمه نص عليها في الماده 13 في البند الثالث من الدستور، اللي نصت على انه اذا دلت وقائع معينه على ان المشتبه به قد ارتكب فعلا مجرما يتصف حسب ما نص القانون بالجسامه، فانه يجوز بغرض ملاحقه هذا الفعل وبناء على امر قضائي ان تستعمل وسائل تقنيه سمعيه لمراقبه المسكن الذي يحتمل ان يقيم به المتهم. ويضاف الى ذلك بقى ان يصعب كشف الحقيقه بالوسائل الاخرى لكونها غير مناسبه او غير منبهه، ويجب ان يكون الاجراء محدد المده وان يصدر الامر هيئه مشكله من 3 اضلاع. وفي حاله الخشيه من التاخير يجوز ان يصدر ايضا من قاضي فرد. ده نص مهم جدا. القاعده العامه عندنا في نص الدستور الالماني اللي نص عليها في الماده 13 في الفقره الاولى ان حرمه المسكن لا تمس، ودي قاعده عامه ولها اهميه طبعا، وزي الدساتير المقارنه في معظم دول العالم اللي كانت بترى حرمه الحياه الخاصه، ولكن المشرع الالماني مد بقى التوسع بقى وحرمه الحياه الخاصه، ونص الدستور الالماني عليها صراحه على ان الا يكون يعني المساس بحرمه المسكن الا بموجب امر يصدر من قاضي. مادة 13 في البند الثاني من الدستور الألماني كان نص على أن التفتيش لا يجوز أن يكون إلا من قبل القاضي، وكذلك في حالة الخشية من التأخير الذي يخول يعني فيها القانون أعضاء آخرين اتخاذ الأمر به، ويجب أن يجري التفتيش المكان بالطريقة المنصوص عليها. ولكن بقى أن الشرع الألماني كان تشدد بقى في استخدام الوسائل التقنية الفنية للمراقبة داخل المساكن، كان قصر المراقبه السمعيه وما كانش لا يجيز ان تتحقق مراقبه على اساس ان المبدا الدستوري هنا ما يجيز يعني ان نص على خلاف ذلك يعني، وان المشرع الالماني التزم بالقيد الدستوري ولم يجيز ان يتم المراقبه داخل المسكن الا المراقبه السمعيه فقط. على اساس ان الدستور برضه كان اوجب ان يتم استخدام وسائل فنيه للمراقبه داخل المساكن من 3 اضلاع. على اساس ان اجراءات التحقيق زي التفتيش والحبس والاحتياط والتنصت على الاتصالات والمراسلات يعني كان بيكفي صدور الامر من قاضي واحد فقط. ولكن بقى ان المشرع الالماني كان هنا كان غير من خطته في اتخاذ اجراءات المراقبه السمعيه داخل المساكن في حاله الخشيه من التاخير باستعمال وسائل فنيه، على اساس ان النيابه العامه كانت بتقوم بالاجراء المسمى بالحريه في حاله الخشيه من التاخير زي ما احنا قلنا.
وكان الامر هنا بيجب ان هو يصدر من قاضي في على اساس الامر بمراقبه الكترونيه هنا داخل المسكن ذات نفسه. ولكن بقى النيابه العامه كانت بتقوم على سبيل الاستثناء اتخاذ الامر طبعا في حاله الخشيه من التاخير زي ما احنا قلنا، وكان بيجب عرض الامر على قاضي التحقيق لاقراره على اساس ان المراقبه الالكترونيه داخل المساكن لابد انها تصدر من قاضي. وكان بيتم عرض الامر على هيئه مشكله من ثلاثه قضاه لاقراره. والتشدد ده طبعا وخروج على القواعد العامه اللي نص عليها الدستور الالماني كان له اهميه في حرمه المساكن اللي لابد ان هو يكفلها بحمايه خاصه. هنتكلم بقى عن ضوابط المراقبه السمعيه. داخل المسكن في قانون الاجراءات الالمانيه كان عندنا نص الماده 13 زي ما احنا قلنا من الدستور الالماني اللي كانت نصت على ضوابط المراقبه السمعيه للمساكن ذات نفسها. المشاع الالماني التزم بنص الماده 100 سي زي ما احنا قلنا من قانون الاجراءات الجنائيه اللي كانت بتضع ضوابط، وكان عنوان القانون الاجراءات الجنائيه اللي نص على المراقبه السمعيه في محل السكن ذات نفسه. على اساس ان الشارع استعمل وسائل فنيه للتنصت وتسجيل الاقوال في غير علنيه، وكان بيجب التنصت استعمال وسائل فنيه، وان استعمال الاستماع يعني بغير استعمال تلك الاجهزه كان بيخضع للقواعد العامه في الحصول على الدليل الجنائي. والمشاع الالماني كان بيوجب يعني ان يكون موضوع المراقبه منطوق يعني على اساس ان هي حاجه سمعيه، وما كانش النص على الاقوال كتابه يعني. المشاع الالماني كان بيوجب استعمال تعبير قول هنا في الحاله ديت، كان على اساس ان القول ده في محادثه بين طرفين يعني، كان بيكفي ان يترفض الشخص بقول ولو كان بمفرده يعني. المشرع الالماني كان بيوجب توافر ضوابط في المراقبه الالكترونيه ان يجب ان يكون هناك شبهه بتستند لوقائع محدده في الشخص اللي هو موضوع تحت المراقبه الالكترونيه على اساس ان هو قام بجريمه او كان في حاله من حالات الشروع في الجريمه على اساس فاعل او شريك في الجريمه يعني. كان لابد من توافر دلائل محدده في الشخص موضوع المراقبه على اساس ان هو كان متواجد في مصدر احداث الجريمه او كان شريك متهم اخر في تلك الجريمه. زي ما احنا عارفين ان الاصل في الاجراء لابد ان هو تكون موجه ضد شخص محدد وتنفيذ يعني على اساس ان بقوم بالتنصت على مسكن الشخص دوت وبحدد المسكن وتوافر شروط معينه في المتهم ان هو يقوم في المسكن، والقيام بالاجراء في المسكن كان بيؤدي الى يتم التحقيق في بعض الوقائع في محل اقامه الشخص اللي هو مشتبه فيه او محل الاتهام. على عكس بقى الاجراءات العاديه اللي كانت بالاجراءات المراقبه السمعيه داخل المسكن كانت بتوجب طلب من النيابه العامه ليقدم الى محكمه الولايه او دائره محكمه الولايه، وده طبعا كان بيبقى موجود في مقر المحكمه بدائره النيابه العامه اللي هي المختصه اللي كانت الدائره دي بتشكل من ثلاث قضاه. وكان الاختصاص في الحالات العاديه بينعقد لقاضي اللي هو قاضي التحقيق يعني في حاله خشيه من التاخير اللي بيقوم باصدار الامر من رئيس الدائره، وفي الحالات العاديه بيختص في حاله الخشيه من التاخير للنيابه العامه على سبيل الاستثناء. وهنا بيتم تأييد الأمر من الدائرة الجنائية خلال 3 أيام عمل. والأمر هنا بيكون محدد بشروط معينة اللي قام بإصدارها أو اللي قامت بإصدارها الأسباب اللي دعت لإصدار الأمر، وكان لابد إن هو مدة الأمر هنا ما تزيدش عن 6 أشهر. على اساس ان القرار المادي بقى بعد كده بينعقد للمحكمه العليا للولايه وفق نص الماده 100 في فقره ثانيه. والاجراء كان بيتضمن بقى يعني زي ما احنا شايفين كده مساس بالخصوصيه، ولكن بقى ان الشارع الالماني كان ضيق من النطاق اللي كان بيقوم به اللي هنا القائم باتخاذ الاجراء. نتكلم بقى عن عدم جواز مساس المراقبه بصميم الحياه الخاصه للشخص. زي ما احنا قلنا برضو ان ما يجوز اصدار الامر بالمراقبه الا من قاضي على اساس طبعا ده اجراء مسك الحريه الشخصيه، ولابد من تناسب الاجراء مع القائم بالاجراء والوسائل المتخذه العاديه ما
ما تكونش متاحه يعني. فلابد ان كان المشرع الالماني كان ينص على توافر دلائل لاتخاذ الامر بالمراقبه، وده ما ينالش من صميم الحاله الخاصه للشخص طبعا، وما كانش يجوز اصدار الامر، وكان بيبطل الدليل المتحصل من المراقبه في حاله صدور الامر في الحاله ديت وفقا لنص الماده الثالثه من الماده 100. نتكلم بقى عن نظريه الدوائر الثلاثه للمحكمه الدستوريه الالمانيه. المحكمه الدستوريه الالمانيه كانت يعني اصدرت نظريه الدوائر الثلاث، وكان مضمون النظريه ديت ان اولى تلك الدوائر ان لا يجوز المساس ب جوهر الحياه الخاصه بالانسان اللي كان بيؤدي الاجراء الى عدم شرعيه الاجراء المتخذ في الحاله ديت، زي ما احنا قلنا زي مثلا استبعاد الدليل في القانون الامريكي او بطلان الدليل المتخذ في الحاله ديت على اساس المانيا من الدول الانجلو ساكسونيه اللي بتتبع نظريه البطلان. الدائره الثانيه بقى اللي هي دائره الحاله الخاصه للشخص نفسه. الدائره الثالثه اللي هي دائره الحاله الاجتماعيه، ودي الدائره الاكبر. طبعا زي ما احنا قلنا الدائره دي دائره خاصه شويه، ما يجوز ان انا اراقب الشخص فيها داخل المسكن. ويجوز المساس بقى بالدائرتين الاخرين اللي هي الدائره الخاصه بالحاله الاجتماعيه والدائره الخاصه بالحياه الخاصه للشخص داخل المسكن ذات نفسه، يجوز فيها قيام بالمراقبه والتنصت. المحكمه الدستوريه الالمانيه هنا كانت نصت على الحق في الماده الاولى في البند الاول اللي كانت بتتعلق بالقرارات الانسانيه، والماده الثانيه في البند الاول اللي كانت بتتعلق بالحريه الشخصيه من الدستور الالماني. كان ده في حاله المساس بالدوائر لابد ان هو يكون في مساس بالمصلحه الفرديه اللي هي كانت بتعلو على مصلحه التحقيق الجنائي وسلطه التحقيق في التحقيق الجنائي. نتكلم بقى عن ضوابط اعمال قاعده عدم جواز المساس بالمراقبه بصميم الحاله الخاصه وفقا لنص الماده 100 د فقره اولى اللي كانت بتنص على انه اذا وجدت دلائل واقعيه بتبعث على اعتقاد بانه خلال القيام بالمراقبه سيؤدي ذلك الى مجرد الحصول على معلومات تدخل في صميم نظام الحاله الخاصه بالشخص، فان هذا الاجراء لا يكون جائز اتخاذه، ولا يجوز الاستفاده بقى من المعلومات الماخوذه من نظام الحاله الخاصه بالشخص اللي بيتم الحصول عليها، ويجب بقى محو التسجيلات دي اللي بتحوي المعلومات بدون تاخير. الشارع الالماني كان اوجب بقى توثيق وقائع الحصول على المعلومات ومحواها، وان يتم الحصول اذا تم الحصول على المعلومات في اللي هي بتدخل في صميم الحاله الخاصه للشخص اثناء القيام بالتفتيش طبعا من خلال الحاسب الكمبيوتر يعني من خلال الانترنت يعني وفق نص الماده 100 اللي كانت بتاكد على البيانات دي لابد انها تتعلق بصميم الحياه الخاصه للشخص لابد من محوها دون تاخير. وان تقدم النيابه العامه طلبا للمحكمه لتقرر ما يجب اتخاذه بشان البيانات او محو البيانات اللي تم اتخاذها بطريق غير قانوني او طريق غير مشروع. كان القانون بيجيز برضو لبعض الاشخاص ان هم يمتنعوا عن اداء بشارتهم عن برضو بعض المعلومات اللي تم التحصل عليها من خلال وظائفهم، وعلى اساس ان هم بيبقوا مؤتمنين على المعلومات دي. كان نص المشرع الالماني في الماده 53 من قانون الاجراءات الجنائيه على بعض الحالات الامتناع عن الشهاده لاسباب مهنيه، وكان برضو من بعض الاشخاص اللي كان نص عليهم اللي هو زي الناصح الديني او المستشار القانوني او المحامون وغير المحامين ممن يجوز لهم تقديم الخدمات القانونيه. المشرع الالماني كان نص في الماده 53 على امتناع الاشخاص ديت من الشهاده لانهم يعني اؤتمنوا عليها وعلموا بها بمقتضى صفاتهم ومهنتهم طبعا. الشرع الالماني كان يوجب وصف بقى للشخص المؤتمن دوت عليه بالمعلومات ديت ان هم اشتمل على الاسرار والمعلومات والبيانات الخاصه على اساس ان هي برضه حتى لو تجردت من صفه السريه ايا ما كانت نوع المعلومات او مصدرها. الشرع الالماني كان استثنى برضه من الواجب الالتزام بالامتناع عن اداء الشهاده بعض الاشخاص اللي هم كان بيجب عليهم الالتزام بالحفاظ على السريه على اساس برضه اللي هم يعني لم يشاركوا في اعداد الاعمال المطبوعه او الافلام الوثائقيه او الاعلاميه. كان من شان طبعا برضه الوقوف على
اشخاص يعني معلومات طبعا بتساعد في على تحقيق جريمه بتتصف بالجسامه زي ما احنا قلنا، او جريمه من الجرائم الماسه بالسلم العام او الماسه بمقومات الدوله او جرائم الخيانه او الجرائم الماسه بحريه التقرير الجنسي وغيرها. يعني المحكمة الاتحادية الألمانية كانت نصت على حالات استثنائية من القاعدة، طبعا يجوز إجراء المراقبة اللي هي بتنتج على المعلومات اللي هي بتدخل في صميم الحياة الخاصة، وكانت بتعتبرها مشروع. ولكن بقى المحكمة على أساس أن النظام القضاء الألماني كان وضع قاعدة عدم جواز المساس بالمراقبة بصميم الحياة الخاصة في أحكامها طبعا، وكانت بتتحصل في أن أحد المتهمين صدر أمر قضائي بمراقبة هاتفه الثابت مش المحمول يعني، وان هو ما كانش وضع السماعه في الموضع الصحيح، وعقب انتهى برضو احدى المكالمات كان ما اغلقش الخط بتاعه، وتم الاستماع للمحادثات اللي تجرت بينه وبين زوجته في المسكن اللي بيقوم فيه، وان المحكمه كانت حكمت يعني ان تسجيل المحادثه بين الشخص وافراد اسرته طبعا لا يعتبر اختراق لصميم الحياه الخاصه للشخص، ولا يجوز الاسناد اليها في اثبات الجريمه. المحكمة العليا للولاية ذات نفسها كانت رفضت إصدار الأمر وطبقت القاعدة اللي هي صيغتها المحكمة الدستورية العليا برضو، اللي هي قالت بعدم جواز المساس بجوهر الحياة الخاصة للشخص، وإن يجب الإذن بالمراقبة إلى لابد من تواجد دلائل على توافر المراقبة اللي هي ما تأديش برضو إلى المساس بالحياة الخاصة للشخص. وكده يبقى احنا خلصنا المراقبة الإلكترونية في القانون الألماني، وإن شاء الله نرجع الحديث عن تطبيق النصوص الإجرائية العامة للقاء القادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.